الحمد لله والصلاة والسلام على معلم البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بداية، يتقدم مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالشكر والتقدير للجهود التي تقوم بها منظمة اليسسكو في الإسهام النوعي لنشر ثقافة جودة التعليم وتميزه في العالم الإسلامي. فيما يتعلق بموضوع تحديد مؤشرات الجودة والتميز في التعليم حسب الخصوصية الثقافية، فهو بلا شك موضوع هام وجوهري بالنسبة لصناع السياسات التربوية بالدرجة الأولى، وهو في الوقت ذاته موجه لواضع المعايير والمقاييس في التعليم. ونحن نعرف أن عالمنا الراهن يزداد ترابطا بفعل التكنولوجيا وتنامي الشراكات سواء بين الأفراد أو المؤسسات من دول وثقافات مختلفة. لذلك تركز نهج مقاييس جودة التعليم على اعتبار أن الخصوصية الثقافية هي الأساس لتلبية وفهم احتياجات وتطلعات المتعلمين وأسرهم وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، لأنها تؤثر على عمليات التعليم والتعلم ونواتج التعلم. وعند تحديد مؤشرات ومعايير جودة التعليم، يتم أخذ عدد من العناصر الرئيسة في الاعتبار، وهي المتعلم، المعلم، الأسرة، المجتمع، بيئة التعلم والموارد، المنهج، السياسات التعليمية، السياق المحلي والعالمي. كل هذه العوامل تؤثر في جودة التعليم، إذ لا يمكن القول أن جودة التعليم تحققت إلا إذا تعززت الخصوصية الثقافية في المعارف والقيم والمهارات والمواقف في شخصية المتعلم. وبناء عليه، فإن المبادئ الرئيسة الواجب اتباعها لمراعاة الخصوصية الثقافية عند تحديد معايير جودة التعليم هي على النحو التالي: 1. المخططون أن يكونوا على دراية بثقافة المجتمع الذي تستهدفه معايير جودة التعليم. 2. التركيز على معايير اللغة الأم للمتعلم، يبدأ الأساس القوي لجودة التعليم مع تعلم لغة الأم في السنوات المبكرة، فهي عامل جوهري لجودة التعليم والتعلم مع ضرورة تعلم لغات أخرى. 3. ربط مجالات ومضامين مؤشرات ومعايير جودة التعليم، على سبيل المثال لا الحصر، السياسات التعليمية، المنهج، القيادة، بيئة التعلم إلى آخره، بثقافة المجتمع المحلي على وجه الخصوص، وربطها بالقيم الإنسانية المشتركة لتكوين متعلم يعتز بثقافته ومنفتح بكل مسؤولية على الثقافات الأخرى. 4. العمل وفق نهج شمولي للمعايير، بحيث يتم التأكد من مراعاة الخصوصية الثقافية لنواتج التعلم المقصودة، بدءا من مرحلة التصميم والتخطيط للمعايير إلى العمليات والمخرجات. ويعمل مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم من خلال برامجه ومشاريعه على مراعاة المبادئ الواجب اتباعها لمراعاة الخصوصية الثقافية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تعاون المركز مع العديد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية في إطلاق إعلان الرياض للتربية على المواطنة والقيم الإنسانية المشتركة، حيث تضمن الإعلان موجهات معيارية لجودة التعليم في مجال المواطنة والقيم الإنسانية المشتركة. ففي مكون على سبيل المثال السياسات التربوية اللازمة لترسيخ قيم وممارسات التربية على المواطنة والقيم الإنسانية المشتركة، تم تحديد إجراء رئيس لتكييف هذا المفهوم مع الخصوصية الثقافية. ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، إذ يرحب بكل أشكال التعاون والتنسيق والتكامل لتعزيز العمل المشترك لتمكين جودة التعليم على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حتى نصل بإذن الله تعالى إلى أن تكون جودة التعليم والتعلم ثقافة، سلوك، ممارسة، تطبيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.